أحسن الله إليكم. في سؤال آخر يقول: في وقت الفراغ من عملي أقرأ القرآن، وأحيانا يأتي صاحب العمل وأنا أقرأ في القرآن فأخبئه فورا حتى لا يراني، لأنه لا يرضى أن الراعي يقرأ القرآن. فأحيانا يأتي وأنا بوسط بعض الآيات فأطبق القرآن ولم أكمل الآية، فهل علي ذنب في هذا أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا، وهل من كلمة لمثل هذا لصاحب العمل هذا؟ أحسن الله إليكم. إن كانت قراءة القرآن تنقص العمل ولا يتم مراقبة الحيوانات التي ترعاها يخشى عليها من الضياع أو من اعتداء الذئب أو غيره عليها، فلا يجوز لك أن تقرأ في هذه الحالة، لأنك مؤتمن على هذا العمل ويجب عليك الوفاء به. أما إذا كانت القراءة لا تشغلك عن القيام بعملك وعن مراعاة المواشي التي ترعاها، فإن ذلك جائز لك، وليس من حق الكفيل أن يمنعك من ذلك، لأنه لا ضرر عليه فيه. نعم.